يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعداء جدا بتجدد الموعد معكم من خلال حلقة جديدة ومتجددة من برنامج والصلح خير، هذا البرنامج الذي يصلح ذات بينكم. وعلى المباشر نلتقي والخلافات التي نعرضها عليكم أو تعرضونها علينا بعد فتح أبواب النقاش لاستقبال قضاياكم، لاستقبال نزاعاتكم وخلافاتكم. ممتنة لكم بمتابعة هذه الحلقة. نرحب بأوفياء برنامج والصلح خير بكل من يتصل بنا، من يتواصل معنا عبر البريد الإلكتروني والعادي، وتحية طيبة للجالية المسلمة في المهجر، ولكم مني تحية الفريق التقني العامل معنا هذا المساء. نجدد التحية أيضا بالزميلة زينب التي تتواصل معنا وتترجم هذا البرنامج عبر لغة الإشارة. مرحبا بك زينب معنا من خلال حلقة جديدة من هذا البرنامج. ونعود دائما للترحيب بالدكتور السعيد بويزري، الرجل المصلح. مرحبا بك دكتور. مرحبا أختي نجاة، الحمد لله رب العالمين. تبدو متعب دكتور. الحمد لله، نسأل الله أن يبارك في الجهد وفي الوقت إن شاء الله. دكتور دكتور فضيلتكم تلحون دائما على الصلح والإصلاح، وتلحون أيضا على إيجاد هذه النفوس الطيبة الخالية من كل ضغينة وقطيعة وبغضاء ومشمئزة من مشاكلها، وتحاولون دائما أن تلتمسون في نفوس المؤمنين، في نفوس المشاهدين، نبرات الصلح ونبرات إصلاح ذات البين. دكتور، عند عرضكم لأي خلاف أو نزاع في برنامج والصلح خير، أليس كذلك فضيلة الدكتور؟ نعم أختي نجاة، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا يسوان لا أسلم أنوان رفذويل تنوان والصلح خير. لا يمكن للإنسان أن يحقق سر وجوده، ولا يمكن أن يشعر بلذة حياته إلا في جو من الاستقرار والتعايش والتناغم. لأن ربنا قال في القرآن الكريم في سورة الحجرات: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. لا لتناكروا، لتعارفوا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فقد خلقنا للسلم والمحبة والتعايش، ولم نخلق للتنافر أو التنابز بالألقاب أو المعارك والحروب. شكرا دكتور. إذن فاصل يتعرف فيه المشاهد الكريم على البريد العادي والأرقام الهاتفية التي تعرض عليكم في أسفل الشاشة، ويمكنكم الاتصال بنا خلال هذا المباشر. فاصل ونواصل النقاش بعد قليل. نريد التواصل مع برنامج والصلح خير. نضع تحت تصرفكم العناوين والأرقام التالية عبر البريد الإلكتروني صلح@tv.dz، كما يمكنكم الاتصال ببرنامج والصلح خير على المباشر 021-39-43-43، 021-39-42-42. إذن يمكنكم الاتصال بنا كما قلت قبل قليل لعرض قضاياكم ولعرض خلافاتكم. وفضيلة الدكتور السعيد بويزري في برنامج والصلح خير من قناة القرآن الكريم الخامسة الجزائر يعرض عليكم أنجع وأفضل الحلول، ألا وهو إصلاح ذات البين. إذن بعد يومين سيكون يوم من أعظم أيام التاريخ، ولد فيه أعظم رجل عرفته البشرية
الإسلامية ألا وهو الرسول صلى الله عليه وسلم خير البرية. في هذه الحلقة نحاول أن نناقش هذا الموضوع وفقا لهذه الذكرى ولهذه المناسبة العظيمة، والموضوع دائما يرتبط بالصلح وبإصلاح ذات البين. حلقة اليوم هي الرسول صلى الله عليه وسلم أو منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلح والإصلاح. نحاول إثراء هذا الموضوع مع فضيلة الدكتور السعيد بويزري الرجل المصلح. فضيلة الدكتور مرحبا بكم. الله يبارك مجددا. الله كما قلت قبل قليل، إذن تحتفل الأمة الإسلامية في هذه الأيام المقبلة بذكرى المولد النبوي الشريف، وكل سنة تحتفل الأمة الإسلامية بهذه الذكرى، والمغزى هو أن نقتدي ونهتدي إلى هذه الشريعة الغراء إلى هذا الميراث الذي تركه الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة الإسلامية. دكتور، سؤال المطروح في هذه الحلقة، كيف كان منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلح والإصلاح، خاصة وأننا في السنوات السابقة كنا دائما نذكر بذلك الحديث الذي كان يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان يشب أي خلاف بين الناس أو نزاع، يقول هلموا بنا لنصلح بينهما. تفضل دكتور. نعم لك الفضل. منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلح والإصلاح يكون حديثي مركزا من خلال رسائل. الرسالة الأولى أن الأمة وهي تحتفل بميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم لا تحتفل به لتذكره فهي لا تنساه. نعم. الأصل أن كل مسلم يحمل حبا وولاء في قلبه للرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أن هذه الفرصة هي فرصة لتجديد العهد، فرصة لتجديد الولاء، فرصة لمراجعة النفس، فرصة لمراجعة ألوان الإصابة التي أصبنا بها. نعم. في الجانب العقدي، في الجانب التربوي، في الجانب السياسي، في الجانب الثقافي، في المجال الاجتماعي، في المجال الاقتصادي، فهناك ألوان من الإخفاقات، وهناك صور من الإصابات، وهناك أشكال من الخلل. لا شك أننا نستثمر ميراث النبي محمد صلى الله عليه وسلم لمعالجة إصاباتنا، لتجاوز حفر تخلفنا، لترميم ما فسد فينا، لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الرسول الذي اجتمعت فيه الصفات التي تفرقت عند غيره من النبيين والمرسلين، فهو قدوتنا العليا في الدنيا وهو شفيعنا في الآخرة. ما يتعلق بمجال الصلح، فيمكن أن أؤكد على أمرين: منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الجانب الوقائي، ومنهجه في الجانب العلاجي. نعم. في الجانب الوقائي، والوقاية خير من العلاج، نبينا صلى الله عليه وسلم أكد على جملة أمور قبل أن يقع النزاع. نعم. الأمر الأول هو ترسيخ الإيمان في قلوب الناس. لأن نعم. الإيمان هو صمام الأمان. نعم. فالمؤمن يتفادى المشكلات، والمؤمن لا يصنع الأتعاب، والمؤمن لا يكون حارسا للخطأ. من الناس حراس الخطأ يحرسون الخطأ، من الناس من يدافع عن الخطأ، من الناس من يصنع الأتعاب ويتفنن في صناعتها. أما المؤمن هو الذي لا يرضى إلا الخير للناس، ولا يرضى لهم إلا الصلح والإصلاح. إذن الأمر الأول في منهج المصطفى صلى الله عليه وسلم ترسيخ معاني الإيمان، في قلوب الناس. نعم. الأمر الثاني هو زرع قيم الوحي. فالوحي الطاهر عامر بالقيم، عامر بالأخلاق التي تشكل أو تقوي جهاز المناعة في الإنسان. نعم. على مستوى الصحة. صحة. إذا نعم. كان جهاز المناعة في الإنسان مصابا، فإن جسمه سينهار،
وكذلك جسم الإنسان أو وكذلك الجانب المعنوي في الإنسان والجانب المعنوي في المجتمع الذي يقوي جهاز المناعة لدى الفرد ولدى المجتمع قيم الوحي الطاهر. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال القرآن الكريم في سورة الجمعة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. إذن من وظائف المصطفى صلى الله عليه وسلم زرع هذه القيم التزكية والتربية، والتربية أو التزكية هي تدريب على الطاعات، تدريب على الباقيات الصالحات. ونبينا صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا العليا الذي مدحه الله عز وجل في أي القرآن وإنك لعلى خلق عظيم، وترجم هذه الأخلاق القرآنية عمليا كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها مجيبة الصحابي الجليل هشام بن حكيم حينما سألها عن أخلاق القرآن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فكان جوابها صريحا مختصرا كان خلقه القرآن. وهو الذي يدعون جميعا إلى أن نتمسك بالقرآن بالأخلاق القرآن، وهو الذي يقول عن نفسه إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية أخرى إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ثم صار يدعون جميعا إلى الاعتصام بهذه القيم بهذه الأخلاق، أخلاق الوحي وأخلاق النبوة، في أحاديث تترى أذكر على سبيل المثال لا على سبيل الحصر قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. لا يوجد مسلم فوق الأرض سلفا وخلفا لا يأمل هذا المقام السامق، هذا الشأو العالي، أن ينال هذه المرتبة لدى المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن ينال محبته. إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. بهذا المنهج يحبب الأخلاق والقيمة إلى قلوب الناس. ويدعو النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر ما من شيء في الميزان أثقل عند الله يوم القيامة من حسن الخلق، ويقول في حديث آخر في آخره وخالق الناس بخلق حسن، وفي حديث آخر إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. إذن هذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الوقاية من المشكلات، وهذا منهجه في الصلح والإصلاح. أما في الجانب العلاجي فيتمثل الأمر الأول في التمسك بتشريعات الوحي الطاهر، في مثل قوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن. فإذا وقعت أزمة أسرية أو اجتماعية أو اقتصادية أو تجارية مهما كانت طبيعة الأزمة أو المشكلة أو النزاع، نبينا صلى الله عليه وسلم يأمرنا بمنطق القرآن وربنا يأمرنا وهو يتمثل ذلك عمليا ادفع بالتي هي أحسن. ويتمثل قوله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ترجمة لهذه الآية القرآنية ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، وسيرته العطرة التي تدرسها هذه الأيام كما ينبئنا كما يخبر يروي الإمام البخاري في صحيحه يوم حنين يوم أن أشرف بنفسه على توزيع الغنائم قال أحدهم كلمة ثقيلة ثقل الجبال الراسيات قسمة لا عدل فيها. إذن هذه بداية نزاع، بداية أزمة، يتهم مقام النبوة بالظلم، يتهم النبي صلى الله عليه وسلم باللا عدل، قسمة لا عدل فيها. ونبينا صلى الله عليه وسلم يطبق مقتضى قوله تعالى في أي القرآن فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فيتذكر موسى عليه السلام وحكايته مع بني إسرائيل وما فعلوا فيه، ويقول الله عز وجل فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وموسى من أولي العزم من الرسل. نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف الدقيق، في هذا الموقف الحرج، يتذكر هذه الآية ويطبقها ويقول من يعدل إذا لم يعدل الله
ورسوله. يقولك القضايا الساخنة تحتاج نعم. إلى أعصاب باردة. نعم. من يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله. رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. لذلك يعلم النبي عليه الصلاة والسلام كيف نتمثل نعم. قيم الصبر في الظروف الحرجة نعم. في الظروف نعم. الصعبة نعم. فلا نجهل ولا نطغى ولا نتجبر ولا نواجه الأذى بالأذى ولا نواجه الظلم بظلم أكبر. ربما لا تأخذنا العزة بالإثم, بالإثم. نعم. نعم. نعم لأنه في الواقع هذا ما يحدث نعم. دكتور على ذكر نعم. العزة بالإثم نعم. نعم. يعني يوم الفتح نعم. أيضا تذكرنا السيرة العطرة النبي صلى الله عليه وسلم حينما فتح مكة ولم تهدر قطرة دم كما يقولوا قطرة دم ما سالتش نعم. نعم بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم والآن قد مكنه الله عز وجل من المشركين ومن الكفار الذين ألحقوا به وبالصحابة ألوانا من الأذى والاضطهاد النفسي المعنوي المادي الذي لا يمكن للإنسان العادي أن يواجه ذلك نعم. الاضطهاد ولكن مكنه الله عز وجل بعد أن هاجر من مكة إلى المدينة المنورة وعاد ثانية يوم الفتح وقد مكنه الله من أولئك الذين ظلموه لم يكن منتقما لم يأخذ بالثأر ولكن قال لهم كما تروي كتب السير ما تظنون أني فاعل بكم. شوف عظمة الرجال انت نعم. قلت في المقدمة نعم. الرجل العظيم نعم. حقيقة نعم. صلى الله عليه وسلم فقال ما تظنون أني فاعل بكم قالوا خيرا طمعوا فيه الخير نعم. أخ كريم وابن أخ كريم. وقال لا أقول لكم إلا ما قال يوسف لإخوته لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا فأنتم الطلقاء نعم. إذا نستثمر هذا الميراث الثري للمصطفى صلى الله عليه وسلم لعلاج أوضاعنا من أجل إحداث التغيير العملي من أجل أن نعيش في الميدان فهناك فرار من الميادين نعم. فرار من حقول العمل فرار من حقوق من حقول الإصلاح وهناك حراسة للخطأ فرار من وهناك الورشات من, نعم. من مواقع العمل نعم, نعم. كل نعم. هذا الفرار نعم. هذا خطأ نعم. حينما نعود إلى سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم تذكر نعم. ونعود سريعا إلى ميادين أعمالنا إلى حقول الإصلاح نعم. نعم. والصلح والإبداع والإنتاج والبناء والتغيير نحو الأصلح هكذا يجب أن نقرأ السيرة لا نقرأها فقط للترف الفكري ولكن نقرأها ونستقرئها للاعتبار وهذه خلاصة مهمة كما كان يقول فضيلة الدكتور السعيد بويزري نستفيد دائما من سلسلة التدخلات في بداية المقدمة المخصصة للرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان يصلح وكيف كان يقوم بإصلاح ذات البين إصلاح ذات البين فضل من فضل الشريعة الإسلامية الغراء إصلاح ذات البين دائما هو أفضل وأنجع الحلول عندما نعرض القضايا والمشاكل قال فضيلة الدكتور قبل قليل نرمم ما فسد فينا نحن في واقع ربما في كثير من الأحيان لا نرى إلا المشاكل إلا الخلافات إلا النزاعات ولكن هناك من الناس من البشر من يحب الصلح ومن يرى في فضل القرآن الكريم فضل كثير وكبير على حياته من بين هؤلاء الناس السيدة سهيلة التي مات زوجها منذ 5 سنوات ترك 3 بنات بعد وفاته مباشرة تقول القرآن الكريم كان بشرى على حياتي اليومية العملية والأسرية تابعوا معنا هذا الروبورتاج ونعود لاستقبال مكالماتكم ولمواصلة النقاش في حلقة اليوم تابعوا يهدي الأرواح يشفي الأتراح هذا القرآن نور وضاح يهدي الأرواح يشفي الأتراح الوالد تاعي
هذه بنتي الكبرى الله يبارك، وهذه بنتي الوسطى الله يبارك الله يبارك، هذه زوجة الأخ، هذا ابن الأخ، هذا ابن الأخت الله يبارك. فكري الأخت نجاة، أهلا بكم. السلام عليكم. الحمد لله، صحة الحمد لله. كيف كان الشعب الجزائري؟ سيدة سهيلة، برنامج والصلح خير زارك في بيتك، ونحن على مقربة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. لنعرف على السيدة سهيلة أنك أرملة منذ 5 سنوات، زوجتك توفى وخلالك 3 بنات الله يبارك. احنا كمسلمين نؤمن بالقدر، وهذا الشيء تاع ربي، الحمد لله ربي. بالعكس انا الوالد تاعي والوالدة الله يرحمها كانوا في معايا، مساندني، خاوتي خياتي كانوا معايا الحمد لله، واهل بيتي ثاني كان كيف كيف، ما نساوش ولاد وليدهم الحمد لله. والحمد لله ربي وفقني وراني معاهم في الدنيا هذه كما كتب الله تعالى. بفضل القرآن الكريم، بفضل كلام الله عليك، نزل عليك الصبر، وركي تعلمي بناتك يقرأوا القرآن ويحفظوا الآيات، وتشجعيهم على الذكر في كل الأيام، خاصة في أيام المولد النبوي الشريف. الحمد لله البيت تاعي بنيته بحب الله تعالى والذكر، الحمد لله الذكر ما يقولوا معمر بيتي بالذكر، والحمد لله. وقبل الوفاة تاع الوالد تاعهم بسنة كانت كنا درنا عمرنا وبنات تاوعي، والحمد لله الإنسان حتى ولو المأساة كانت كبيرة، وأنهم فقدوا الوالد تاعهم وأنا فقدت الزوج تاعي، أنه كانت ميسرة بإذن الله وبذكر الله. والحمد لله إنسان تكلم على ربي أولا، وقلت الحمد لله القرآن ما يخطيش حياتي، إلا ما سمعتوش نقرأه. سيدة سهيلة، عندما نقول المولد النبوي الشريف رسول صلى الله عليه وسلم وإحياء الذكرى في نفوس المسلمين، وش تشعر سيدة سهيلة لما تكون في بيتها وتبدأ تذكر مع البنات تاعها، تذكر في القرآن الكريم؟ شعور لا يوصف، وشعر وكأن بحق أن النبي عليه الصلاة والسلام حينزاد في هذا العصر. نتمنى ولو كان حضرناش ولادة النبي عليه الصلاة والسلام، هما كانوا أصحابه وإحنا أحبابه. يجتمع الأبناء والبنات لتلاوة القرآن الكريم للذكر وللحفظ أيضا، هي هكذا نسائم المولد النبوي الشريف في بيت سهيلة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. صباح الخير. السلام عليكم بابا، وشراك؟ لاباس. وشراك؟ أك مليح؟ بخير. صحيحتك؟ لاباس. أك مليح شوية؟ الحمد لله. لاباس. واش خطري؟ الحمد لله. ها؟ الحمد لله. كيفكم لاباس؟ راني لاباس. الحمد لله، الحمد لله. ها؟ أك مليح شوية؟ لاباس. واش خطري؟ لاباس. الحمد لله. جيت خبيتي وبابا جيت ما شوفاش. أي أنا. راكي الحاج، راك راضي على بنتك؟ راك فرحان بيها؟ تكون ما يفرح بولاده لما يكونوا طايعين ولاده. تكون ما يفرحش. وانت منا كل تبنات عوالدهم. ما عرفناش بلك نربيهم، إنهم مشارع الغد. لما الإنسان يفهم بلي مشارع الغد يربي ولده على كيفية كما ينبغي الحد. اشفي الأتراح، هذا القرآن نور
الرباح جمال بيانه لنا يروينا قلبك يصفو سامح أنت الراح. إذن كان هذا الروبورتاج للسيدة سهيلة التي تقول أن فضل القرآن كبير وعظيم عليها، سنعود إليها بعد قليل. قبل ذلك يقول سفيان هناك اتصال من الدكتور ماهر الشلال عضو رابطة علماء الشام، يتصل بنا في برنامج والصلح خير ونحن نتحدث عن منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلح والإصلاح. السلام عليكم دكتور ماهر الشلال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فيكم الأخت الكريمة. مرحبا بأهل الشام معنا في برنامج والصلح خير. ربي إن شاء الله يجعل الشام كما كانت عليه في السابق، الوجه المشرق للشام والوجه الطيب للشام. مرحبا بك سيدي الكريم. نتحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، عن منهج الرسول في الصلح والإصلاح. ربما تريد أن تتدخل سيدي الكريم، نحن نستمع إليك في برنامج والصلح خير وبحضرة فضيلة الدكتورة سعيد بويزري. مرحبا بك سيدي الكريم، تفضل. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأعطران الأزكيان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بادئ ذي بدء أشكركم في قناة القرآن الكريم في الجزائر، بلد المليون ونصف المليون شهيد، ونحن على أبواب الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشكر أيضا فضيلة الدكتور سعيد بويزري الذي أبى إلا أن يشاركنا معه في الصلح والإصلاح. نعم. وهو منهج من مناهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في إصلاح حال الأمة، وهي ما تناله اليوم من آلام، نسأل الله أن تتحول إلى آمال لهذه الآلام. أمين. ونحن على أبواب مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إذان بولادة الأمة من جديد، والشام لها نصيب في الحديث الصحيح الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. في حديثة ولادته. نعم. عندما ذكرت أمه أن آمنة قالت حين ولدته رأيت نورا تضيء له قصور الشام. نعم. فالشام موجودة إن شاء الله في ولادة النبي، ونسأل الله أن يرفع عنها الغمة بإذن الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله إن شاء الله. الحديث ذا شجون مع فضيلة الدكتور سعيد ومعكم أيضا في قناة القرآن الكريم، وقد أطلقتم مصطلحين مهمين الذين هم الصلح والإصلاح في منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وإن كنا نريد أن نؤسس لهذا المعنى في منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكفينا أننا ننتمي إلى قوله تعالى: ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر. نعم. فالأسوة هو الشخص الذي جرب كل التجارب بحلوها ومرها واستطاع أن ينجح فيها. نعم. والأسوة درجة أعلى من القدوة، فالقدوة معرض للخطأ، فالأب قدوة أمام أولاده والمعلم قدوة أمام تلامذته. نعم. أما الأسوة فهو درجة أعلى من القدوة، حيث جرب كل التجارب بحلوها ومرها ونجح فيها. والصلح في المعنى الاصطلاحي هو حالة من أحوال يكون الإنسان فيها في حالة ضعف، وقد يكون هو المغلوب عليه فيكتفي الصلح في ذلك. لا. مثال هذا الموضوع في صلح الحديبية. صلح الحديبية كانت قريشا قد فرضت شروطها، حتى اعترض عمر بن الخطاب على رسول الله، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤسس لمعنى سحب الاعترافات بوجود الدولة المحمدية. نعم. وأسس لهذا الصلح الذي عد من بعده الرجال من أجل فتح مكة التي تطرق إليها الدكتور. نعم. سعيد في مقدمته، والتي تعني هي معنى الإصلاح بكل ما فيها من معنى. ففتح مكة فيه دروس كبيرة جدا. بداية أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدخل مكة فاتحا بدون قتال. حتى لما قال أحد الصحابة لما دخل أبو سفيان فقال: اليوم يوم الملحمة، اليوم يذل الله قريش، اعترض رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك الصحابي وسحب منه الراية وقال: بل اليوم يوم المرحمة، اليوم يعز الله قريش.
من العبر والعظات أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف على أهل مكة وقفة العزيز على الذليل كان قادرا هو كنبي أن يسامح بحقه، ولكن لو أراد أن ينتقم لصحابته لسمية بنت خياط أول شهيدة في الإسلام، لآل ياسر، لخباب بن الأرس، لكثير من الصحابة الذين عذبوا، لبلال بن رباح، كان يستطيع أن يعذره كل من في الأرض آنذاك، ولكن كان يريد أن يعلم منهجا آخر في الإصلاح والصلح بين الناس، أنه إذا امتلك القوة ووقف أمامه خصمه موقف العزيز من الذليل أنه يستطيع أن يعفو عنهم، فقال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. فلم ينسب أنه هو الذي أطلقهم، بل قال أنتم الطلقاء. حفظ لهم مع كل إساءتهم له، حفظ لهم ماء الوجوه وكرامتهم. هذا منهج يجب أن نتعلمه من مناهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن العفو عند المقدرة هو من شيم الكرام، وأكرم الكرام هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بارك الله فيك دكتور شلال، كان تدخل. بارك الله فيك. بارك الله فيك يا أخي ماهر، جزاك الله خيرا. شكرا فضيلة الدكتور، بارك الله فيكم، وهذا شرف لنا أن نتابعكم في الصلح والإصلاح إن شاء الله. الله يبارك. بارك الله فيك دكتور ماهر شلال، عضو رابطة علماء الشام، بارك الله فيك على هذا التدخل الذي كان في غاية الأهمية، ونحن نتحدث عن منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلح والإصلاح. يقول سفيان، يتصل بنا الأستاذ رابح من ولاية بومرداس. السلام عليكم أخي الكريم. رابح من بومرداس، سيد رابح هل تسمعوني؟ هل ما زال معنا رابح سفيان أم ربما سيعاود الاتصال؟ انقطع الخط، سيعاود الاتصال. دكتور، قبل أن نعود إلى الدكتور ماهر الشلال لتدخل في الحين، ربما انطباعك حول حالة سهيلة، هذه الحالة التي ربما نستطيع أن نسميها بالحالة الإيجابية. إذا لا خلاف، لا نزاع، لا قطيعة، لا خصومة بعد وفاة زوج سيدة سهيلة. تفضل دكتور. نعم، حالة سهيلة، أولا نترحم على زوجها رحمه الله ورحم جميع المسلمين والمسلمات، وهي صورة مشرقة مضيئة للأسرة التي تذكر الله كثيرا. ربنا قال في أي القرآن: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هي قالت: بنيت بيتي بالذكر وملأته وعمرته بالذكر. لذلك هذا بيت عامر بالخير، عامر بالبركات، عامر بالصالحات. هذا الوجه الأول المشرق. الوجه الثاني هو ملازمة كتاب الله العزيز قراءة وتدبرا. البيت الذي يقرأ فيه القرآن هو بيت مبارك تحفه الملائكة، بيت عامر بالخير، بيت محروس إن شاء الله تعالى. لذلك هذه رسالة قوية جدا. الوجه المشرق الثالث الحفاظ أو رعاية صلة الرحم. إن رعاية الأرحام هذا أيضا مظهر صحة في الأسرة. وفي الوقت نفسه نذكر بكل حزن وأسى الأسر التي تقطع فيها الأرحام. يعني كيف تخشع هذه الأسرة، وكيف ترقى إلى مدارج الكمال البشري، وكيف تسعد بأيامها وتسعد في حياتها إذا كانت أرحامها ممزقة مقطعة. ولكن أسرة سهيلة صورة أو أنموذج لرعاية الأرحام، وكذلك لرعاية رباط المصاهرة. قل نسبيتي يعني نسزوج ما شاء الله، لا يزال الرباط قائما محترما. صلى الله عز وجل لكم يا أختي سهيلة وجميع أفراد العائلة الخير والهناء، ونحفظ منكم ما كنا نقوله باستمرار: إن النجاح صناعة جماعية. ونقول أيضا دائما، يقول لك الحرب تحتاج إلى يد واحدة. كم من حرب
أقيمت بسبب كلمة تقال فقط. نعم. بسبب تصرف من شخص واحد، ولكن السلم يحتاج إلى اجتماع الأيدي، إلى اجتماع القلوب، لأن اجتماع القلوب يسبق اجتماع الأبدان. بارك الله فيك. نعم. دكتور، نشكرك على هذا الانطباع، ونتمنى أن كل العائلات يعني تعيش نفس الشعور ونفس التواصل ولا تقطع الأرحام. يعود للاتصال بنا السيد رابح من ولاية بومرداس. السلام عليكم أخي الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم جميعا. مرحبا بك سيد رابح، مرحبا بك في رحاب برنامج والصلح خير. ربما عندك تدخل. تفضل يا أخي رابح. الله يبارك ما شاء الله، مشاركة طيبة إن شاء الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. في بداية تدخلي أو كلمتي هذه، أود أن أتوجه بالشكر الجزيل لقناة القرآن الكريم وكل الطاقم المشرف عليها، ومن خلالكم كذلك المستمعين. وكما أتوجه أيضا بالشكر الجزيل إلى أستاذنا الفاضل الدكتور سعيد ويزري وبرنامجكم الناجح والصلح خير. شكرا. نعم. كما قلت، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة ونصلي ونسلم على عين الرحمة وينبوع الحكمة أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، فكان رحمة مهداة ونعمة معطاة، وأصبح حبه إيمانا واتباعا، واتباعه دينا والاقتداء به نجاة. الله سبحانه وتعالى أنعم عليه وفضله على سائر المخلوقات، حيث قال: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فكان صلى الله عليه وسلم قويا في خلقه، وقويا في خلقه، وقويا في أسوته الحسنة وقدوته الظاهرة وأقواله وإقراراته الباهرة. فهذه سيدنا فهذه سيدتنا عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين تلخص سيرته العطرة فتقول: كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. ومهما أردنا أن نصف سيرته العطرة أو نقيم حياته لما وفيناه حق قدره، ولكن وجدنا الله سبحانه وتعالى قيمه حين يخاطب جميع الرسل في القرآن الكريم. نعم. يخاطبهم مباشرة فيقول: يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك، يا نوح اهبط بسلام منا، يا موسى إنني أنا ربك، يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. ولكن حينما يتوجه بخطاب إلى حبيبه صلى الله عليه وسلم الأعظم، لم يقل له يا محمد، ولم يقل له يا أحمد، إنما قدم بين يدي ندائه: يا أيها النبي، يا أيها الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا ذكر اسم محمد دائما ذكر بعده رسول. كما في قوله تعالى: وما محمد إلا رسول. كما أيضا نجد الحق سبحانه وتعالى حين يقسم على أشياء ليؤكدها. فيقسم بأشياء كثيرة من أجناس شتى. فيقسم مثلا بالجماد، ويقسم بالنبات، ويقسم بالحيوان، سبحان ويقسم الله. بالملائكة. ولكننا لم نره أقسم ببشر مطلقا. إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقول: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، أي وحياتك يا محمد. فكان عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر له مقامه عند ربه، كما شهد وأقر به بعض علماء الغرب المشهورين. فهذا جورج برنارد شو يقول: لقد قرأت حياة رسول الإسلام جيدا مرات ومرات، فلم أجد فيها إلا الخلق كما ينبغي أن يكون. ويواصل فيقول: وكم تمنيت
أن يكون الإسلام هو سبيل العالم صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك أستاذنا رابح من بومرداس، بارك الله فيك في هذه الأيام، في هذه الأيام التي نحتفل بها بالمولد النبوي الشريف. نسائم المولد تبدو كثيرة على تدخلاتك، بارك الله فيك. شكرا. سيد رابح من بومرداس، مشكور سيد رابح، ونتواصل معكم عبر هذه الحلقة ومع فضيلة الدكتور السعيد بويزري. قبل ذلك دكتور، قبل النظر في تدخل الدكتور ماهر الشلال، يقول سفيان هناك تدخل آخر. سفيان أم لا؟ نسرين من العاصمة، نسرين من وهران، من الغرب الجزائري. السلام عليكم أختي نسرين. السلام عليكم نسرين. نسرين من وهران، نحن نستمع إليك نسرين. نسرين حاولي أن تتصلي مرة أخرى نسرين. إذن دكتور تدخل في بعد فتح الحوار لاستقبال المكالمات، كان تدخل الدكتور ماهر الشلال عضو رابطة علماء الشام كان في غاية الأهمية دكتور بالنسبة لهذه الحلقة، وقد عرض جملة من التدخلات التي لها علاقة وطيدة بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم صلحه وبإصلاحه أيضا. في تلك الفترة. تفضل دكتور. لك الفضل. نعم أخي ماهر، جزاك الله خير الجزاء، فقد أجدت وأفدت. ومن النقاط التي يعني ذكرتموها وهي كلها في الحقيقة نقاط مهمة، مهمة نعم. ومنيرة، أذكر على سبيل المثال لا على سبيل الحصر ما قلتم أن إصلاح للأمة يعني لابد أن يتحقق، ونسأل الله عز وجل أن يحول آلامها إلى أمالها. وحين نعم. كنتم تتحدثون جال بخلدي قول الله عز وجل في أواخر سورة العمران، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. نعم. كثرت قروحنا، كثرت جراحاتنا، نعم. تعددت إصاباتنا، ولكن هذه الإصابات وهذه الإخفاقات وهذه الهموم إذا تمسكنا بالوحي الطاهر وإذا اقتدينا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، وكما قلتم فعلا الأسوة هي درجة أعلى من القدوة، إذا تأسينا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم لا شك أن الله سيغير حالنا إلى أحسن حال. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ثم نحول هذه الإصابات وهذه الإخفاقات إلى منبهات تحركنا، إلى منبهات تحركنا. والآية واضحة صريحة، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. أمر آخر أيضا أكدتم عليه يا أخي العزيز، صلح الحديبية. نعم نعم، هذا الأنموذج الراقي في تدريب عملي للمصطفى صلى الله عليه وسلم لنا جميعا في صلح الحديبية، وهو يعمل ما يسمى بفقه الموازنات. يعني الذي يقرأ بنود صلح الحديبية لن يرضى بمثل هذا الصلح. نعم. يقول هناك تنازلات كثيرة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول علماؤنا رجح المصلحة الكبرى المستقبلية على المصلحة الصغرى الآنية. نعم. هذا الترجيح، هذا من فقه المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونحن لابد أن نتأسى به، لابد أن ننظر إلى الوقائع وإلى المشكلات وإلى وأن نعمل أنواع الفقه المختلفة كفقه المقاصد وفقه الأولويات وفقه نعم. الموازنات. نعم. فتنازل عن بعض الأمور تحقيقا لأمور أكبر لمصالح أكبر. نعم. نعم. يعني مستقبلية دائمة وليست آنية عرضية. نعم. وأشار أستاذنا إلى إعداد الرجال. نعم نعم، يعني وهذا مهم جدا. نعم. دكتور النبي نعم. عليه الصلاة والسلام استثمر مقتضيات هذا الصلح وهذه الهدنة من أجل مخاطبة الزعماء في ذلك الوقت. أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين كما هو معروف في نعم. كتب السير. وكذلك الأمر الآخر وهو بناء الرجال، وبناء الركائز مقدم على بناء المراكز.
المراكز الآن كثيرة يعني. نعم. لو نظرنا إلى حال الأمة هناك مراكز، مركز كذا مركز كذا، ولكن أين هذه الركائز التي تقوم عليها المراكز؟ نعم. فنبينا صلى الله عليه وسلم وهو هذا عمل امتداد، يعني هو امتداد للتكوين الذي كان نعم. في بيت الأرقم ابن أبي الأرقم نعم. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعد أولئك الرجال نعم. الرجال نعم. الذين سيتحملون في مستقبل الأيام يعني هم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى نعم. ويزرعون وينشرون هذا الدين في نعم. بقاع الأرض نعم. إذن فاستثمر النبي عليه الصلاة والسلام صلح الحديبية لبناء الرجال. أمر آخر أيضا لفت انتباهي وهو ما علق عليه أخي العزيز في موضوع فتح مكة. فتح مكة اليوم نعم. يوم المرحمة نعم. اكتفي بهذا ربحا للزمن نعم. شكرا يا أخي ماهر، بارك الله فيك. نعم دكتور، بعد قليل سنعود إلى رسائل نعم. والقضايا الناس لا ننساها في هذه الحلقة وعلى نعم. المباشر. قبل ذلك فاصل حول المولد النبوي الشريف، ثم نعود إليكم لمواصلة النقاش. سيدة نعيمة، باش نعرفوا المشاهد الكريم والمشاهدة الكريمة، أنت طليقة السيد عمر اللي فات معنا الأسبوع الماضي في برنامج الصلح خير، واللي حكينا فيه على التعاسة الزوجية. عايشة كين ناس صابرة على تلولاتي، حملت وبعدك الحق باش يبيع لي الدار، كي الحق باش يبيع لي الدار كي صفاو الأمور هادو قبل ما يصفاو أنا رحت للتريبينال. سامح أنت الرامي. 6 أشهر سجن غير نافذة، وإحنا تعويض أولي 300 مليون سنتيم. بعد هذه المحاكمة تمت محاكمة ثانية في المجلس برويسو، الطبيبة أعطوها عام سجن نافذ. إحنا التعويض قال لك عدم الاختصاص، عدم الاختصاص من نروحوا للمحكمة الإدارية. رحنا وليس كل الضحايا، لأن كاين ضحايا خافوا قال لك احنا ما نقدروش نروحوا، بعد تصل لنا متابعات. في حالة ما الصلح تم مادام عندك موافقة مبدئية، هل مستعد تتنازل عن كل القضايا اللي في المحكمة إذا تم الصلح؟ إذا تم الصلح سينما نتنازل عليهم. نحن السباقين الصلح، قلت لكم بالدليل هذاك تاع الأئمة اللي جمعناهم كاع. احنا مالكين قطعة أرض منذ سنة 1967 في حي البدر، وبجوار هذه القطعة هذه احنا رانا يعني نستغلوا قطعة أرض فيها حوالي 600 متر ودايرين فيها يعني محل تجاري لصناعة الحديد. ومن بعد تفاجينا جانا محضر قضائي منا من بن جراح جاي بلغنا بأمر بالطرد. إلى كل من أراد أن يعرض خلافاً أو قضية أو نزاعاً، برنامج والصلح خير يزوركم في بيوتكم لتصوير قضاياكم ولإيجاد حل لمشكلاتكم. اتصلوا على الرقم 021-37-41-21. إذن معذرة، كانت هذه مجموعة من التسجيلات لبعض القضايا. إذن لكل من أراد أن يعرض قضية في برنامج صلح خير، قضايا تصور خلف كاميرا برنامج صلح خير، ما عليه إلا أن يتصل بالرقم الذي شاهدتموه قبل قليل من خلال هذا الفيديو. نعود إلى الاتصالات. قبل ذلك دكتور، سنرى قبل أن نأخذ الاتصال سنرى في قضية أم يوسف. نعم، عبر البريد العادي أم يوسف ومحمد، وموضوع جاءنا أيضا من عين الدفلة. نعم, نعم. تفضل دكتور. لك الفضل. نعم، هذا بريد الذي وصل إلى البرنامج، وبالنسبة للبريد في تعليق الأخت نجاة. نعم. يعني الجميع السادة والسيدات
اللي بغى القاضي من أراد أن تعرض قضيته عبر البرنامج مباشرة بقراءة معطيات القضية وتقديم الحلول المناسبة الشرعية والقانونية سنفعل ونستجيب. ومن وضع ملاحظة أن نتواصل معه خارج البرنامج أيضا سنفعل. هذه كملاحظة عامة. نعم. طبعا أي مكالمة ممكن توقفيني. نعم فعلا. هناك مكالمة دكتور. نعم. سنعود إلى البريد العادي. مكالمة من ولاية زوزو من السيدة سعدية. السلام عليكم سعدية. نعم مساء الخير. السلام عليكم. شخص سعدي حبيت نتكلم مع الشيخ على دنيا اختي ما عنديش زهر ما لا مع وجدي. مرحبا بك العسلامة إن شاء الله عندك زهر. مرحبا العسلامة سعدية. أهضر سقبيلي. مرحبا مرحبا بك سعدية تفضلي. هذه من كل جهة راق الواد مدني وراق ذريال دي وراق روخاني سعدية هضر كنس العقل ذا شو ذو قولي سعدة والتما تكلمي بالعقل لاني نسمع لك إن شاء تفضلي. تفضلي هذا مشكل مع زوجها. هذا خويا غنبقى حنا هذا خويا وتجي ما غوتعقبي كبيده خويا اللي غادي جا يتهور في خمنا. اها ما حضرت تقصى في مامي وحقويا غنبقى حنا مشاكل السوران كيشدنا انا خويا وتجي هي ما هو تعقبي خويا وتجي السوره اللي كيزكري شوف عطيني سي خويا وايا اني سهلنا شغل مي كيزنينا بليك في جايانا نجي ما يجي يقولي تو أما تجي ما هو حقوية بس خويا أني هاي حويت خاني دين سيم قاحني مليح مليح. نعم شكرا لك. شكرا سفيان. دكتور ما شغل ما تجي عندي جهة بيجي زوج جهة الصبح يجي شغل ما تجي عونا في مليح مليح الشيخ فهد مثل سحقان تو شوتي مقرون ورش من طيب بابي كش منها عتبتاش حسيت تعونا أبى أنتي سمع الشيخ. أسعدي. ما في تجور ما في تواجد فيدي. الأخت سعدية واش رايك نقترح عليك اقتراح لو كان تخلي رقم الهاتف تاعك جدني التليفون هنا هذا مدسي ولا باش ندير دوك شويه لا نبغوا السيد ولكن ما تجاوب هكا معليش معليش خصك تقولي ولدي ما لديش نمتبوري فريدة شغل ما كيدي هذا الزرع قبل فراون وما هذا شغل ما كيدي ناشر ويتشور ويتشور وليم اكس غفلي وليم اجد تليفونينا من ان شاء الله هو ثمث النقدي هنا سفيان. نعم احسن خلي رقم الهاتف ونتواصل معك كم تسيول ان شاء الله قلت ماكسر بلي ولي ان شاء الله صحيت ان شاء الله سعدية ان شاء الله. ناخذ اتصال اخر من ولايه زوزو سيد رشيد. السلام عليكم اخي الكريم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا بك معنا رشيد في برنامج الصلح خير. نتحدث عن منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلح والإصلاح. تفضل نحن نستمع إليك سيد رشيد من ولاية زوزو. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام. شغلنا لزان يقد شنا في الصلح للهنا إدخل قيدة المند المولود النبوي الشريف. نعم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. دي تشاسن مكول في ناشر ربع الأول. نعم. لكن يا على وندينا شو يوم نشطوح مشطوح ولا من دواش بحيس فلان نسين حد ثالث لسيا فردين الحرية. نعم. ناس بسم الله بكان بزوم موحى لكن تسوم رسول محمد يشبيح. ذي لعنية كانت دون كنان منه وانت بابري فيك صحيح. هنا الطلب ربنا بيهدون ونمتصم ضرون ورسين أرجيت سريع وقينا في الحد سالي بحريان إننا بسحروا الصلاة في النبي المصطفى عن رسول محمد يوني في فضليت ربات الأمام إليك وإليك يفس يشرك يتميز صلى الله عليه وسلم. ذا الخاتمة الأنبياء ونشوة ديات البعديس يذكر يغتد ذا الرحمة للعمان الجن والإنس يبوي يغتد الرسالة أنا ما استعد بني ومن الميز ربي ذكرتي بإلا يا ملحان تبطفي عاتيس يذكر يسيد شفعاء والربي مقر القدريس بسم الهنب ذو القصة ما تنحكو بالحياتيس
محمد بن عبد الله هذا وحيد ولي ساعه المكنيس باباش جيك توفى وريح حذرين من جيوتي تجلى لفاطمه ولدي له بن فميس تشتم كل المحنه غمت وليك بالونيس اش يبارك ربي يا درش يعطيك الصحه الله يسلمك هذا ماشي طعنه هذا ذا فريغرز ان شاء الله معليش عندك اي ونسين كان كيخفي فيك ان شاء الله معليش شكرا ولا نتفوت عاشر نكمل غير ورقه جديد ايوه تموت وتطويح راه نسبت الضوء بالبوليس نعم يبرد رسول الزين كان هذا يقول الشيخ بدنا ونسلم لكن ربك يقول انا ليس الدين مجرودي يقولون يضرون هنا إلا كان شهر الحكميس يكر جديد شفاز لا يبدا الوقاميس صلى الله عليه وسلم شكرا شكرا سيد رشيد من ولاية زيوس على هاته القصيدة الجميلة الرائعة وهو يتحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في نسائم الاحتفال سنسمع الشعر كامل في فرصة أخرى إن شاء الله شكرا سيد رشيد من ولاية تيزي وزو دكتور نعود إلى قضايا الناس بالنسبة لأم يوسف من ولاية عين تيمشنت دكتور أكيد أدرش ذيك بارك يا ربين بعد إن شاء الله تصدي ومسلينا إن شاء الله بالنسبة إذن الأخت أم يوسف من عين تيمشنت تموشنت تقول نحن أسرة تكون من الأم أطله في عمرها زيد 7 بنات وابنان يعني نعم. توفي الوالد رحمه الله في 2011 نعم. وترك زوجة يعني أم الأخت السائلة سائلة نعم. وسبع بنات وابنين نعم. وبعدين في إشكال مطروح يعني في حياة الوالد رحمه الله جاب بنته إحدى البنات المتزوجة في ظروف معينة بنى لها مسكن خاص عندها ظروف خاصة جدا وصعبة على أرض مملوكة لأحد مسجلة موثقة على أحد الأبناء موثقة بنى لها فيها دكتور وحنا ذكرنا أختنا جت في أكثر نعم. من مرة قلنا العبرة ليس فقط في الوثيقة نعم. العبرة في الحقيقة الموافقة للوثيقة للوثيقة نعم. ممكن الأب أرضه قطعة أرض يكتبها على اسم واحد آخر هل يعني أنها هو يملكها حقيقة لا دكتور لظروف معينة نعم. فإذا مات ذلك الأب لازم يدخلها في الميراث في الميراث نعم. ما يجيش ذلك الابن يقول لك لا هذا حقي وحدي نعم. أستأثر به ثم أرث معكم طبقا الفرض الشرعية نبهنا إلى هذا مرارا نعم. وهي تقول الآن بعد وفاة الوالد الله يرحمه هذا الابن هذا يعني رفض تماما رفض منح المسكن لهذيك الأخت الأخت نعم أخته يعني فهذا إشكال أول قالك القضية أم تروح على مستوى المحكمة نعم وفي كل مرة نتحدث عن الأرحام يعني كيف تحفظ الأرحام إذا عرضت قضايا الأرحام على مستوى على المحاكم سؤال مطروح هذه كارثة دكتور لا يمكن كارثة نعم يعني ممكن يروحوا المحكمة وبعدين العشية يجي ويتلاقوا على مائدة واحدة نعم يمكن لا يمكن لا يمكن نعم. لأنه احنا دائما نقول يا إخواني يا أخواتي لكل مشكلة حل, حل. نعم. نحن مسلمون ونحن نتحدث اليوم عن مصطفى صلى الله عليه وسلم الآية التي أريد أن تحفظوها جميعا في سورة النساء الآية 65 فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما إذن دخول قضية لتسحب القضية من المحكمة إن شاء الله ويحفظ الملف وينتهي الإشكال الآن تقول التركة لم تقسم احتراما للأم هنا لابد من تعليق يعني وش ما هذا الاحترام يعني يعني تحترموا أمكم كلما أطلتم في تقسيم هذا الميراث كلما تعقدت القضية أكثر أليس كذلك يعني الاحترام لا يتنافى مع التقسيم نعم. هي تقول ما قسمناش احتراما دكتور ويستعمل هذا الاحتراما للأم احتراما للأب احتراما للأخ ما نقولوش احتراما ليس في محله احترموا نعم. الوالدة نعم. حتى الأخت تقولك احتراما للأخي ما نطلبش بحقي لا. بعد وفاة الوالد والوالدة لا بد من الخروج من حالة الشيوع نعم
بالنزول تقولها وتعاود نعم تقولها دكتور نعم وتجي مسائل تخص الشريعة نعم نعم وتطبيق احكام الفريضه والسلام. هل عيب انه الانسان يطالب ليس حقه؟ ليس عيبا دكتور. ليس عيبا. طيب واضح دكتور. اذا نعم. الرساله أن وصلت علما ان التركه لم تقص محترم الام وعلقنا على هذا نعم. وكل هذا لا يهم امام دعوه الام. ان شاء الله ربي ينفعكم بدعوه الام وينفعنا جميعا بدعوه امهاتنا نعم. وابائنا نعم. الآن بارك الله فيك يا أختي ختمتي الرسالة تاعك بقوله تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. نعم وبمنطق هذه الآية أجيب فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم نعم. بمعنى الخوف ربي سبحانه هو الأول وطبقوا الفريضة الشرعية. الأم يعني الزوجة هنا ترث الثمن لوجود الفرع الوارث والباقي يوزع حسب الفريضة الشرعية بالقول في القرآن الكريم للذكر مثل حظ الأنثيين والسلام نعم. هذا هو المخرج. ومادام رقم الهاتف تاعك موجود سأتواصل معك يا أختي أم يوسف لأفيدك بمزيد بيان. محمد دكتور. نعم الأخ محمد رسالته حقا يعني لطيفة جدا. أولا يتحدث عن بيت المقدس نعم. أرض الإسراء والمعراج هذا القدس البيت المقدس الجريح المسجد الأقصى الجريح الذي نسأل الله عز وجل أن يعيده إلى رحاب الإسلام والمسلمين أمين. لأنه هو منتهى رحلة أو هو منتهى رحلة الإسراء الأرضية. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. إذن فبيت المقدس هو منتهى رحلة الإسراء الأرضية وهي مبتدأ أو منطلق رحلة المعراج السماوية. نسأل الله عز وجل أن يعود إلى رحاب المسلمين أمين. والإسلام عاجلا لا أجلا. ولكن إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. لابد من أن تكون قضية القدس هي قضيتنا هي القضية تاع الأم. قضيتنا الأم هي قضية القدس الجريح. القدس الجريح. الله عز وجل إذا هو ينظر إلينا بعين الرحمة ولكن متى إذا بذلنا الجهود واتخذنا الأسباب ما نستطيع إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فإذا اجتهدنا في تحقيق ما نستطيع يحقق الله لنا ما لا نستطيع فيغير حالنا إلى أحسن حال ويتحرر بيت المقدس ويعود مرة أخرى إلى رحاب المسلمين. أتذكر هنا ما قاله صلاح الدين الأيوبي نعم. حينما كان لا يبتسم نعم. وقيل له لماذا تبتسم نعم. قال أستحي أن يراني الله باسما والقدس في يد الصليبيين نعم. شوف هذا الرجال هذا المعدن من الرجال نعم. من الرجال لا حول قوة إلا بالله. ثم تحدث أخي محمد عن أهمية الاستقامة في حياة المسلم نعم. المستقيم الذي ينهج نهج الاستقامة سيحقق الاستقرار في حياته الذاتية والأسرية والاجتماعية والاقتصادية في جميع المجالات. شكرا على رسالتك وهي رسالة طويلة يا أخي محمد نعم. نعم. دكتور أستوقفك نعم. نأخذ نعم. اتصال من سعدية من بومرداس ثم من فاطمة من غليزان. مرحبا بك سعدية من بومرداس. حاولوا أنكم تختصروا حتى يتسنى للجميع عرض القضايا عبر هذا المباشر. السلام عليكم سعدية. السلام عليكم أختي. مرحبا بك سعدية. سعيد بوزري. السلام عليكم. السلام حبيت نفق فيها لا 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 تقسيم التركة لا الورث. تقسيم التركة نعم تفضلي سعدية. التركة على كل حال ملتركة عايش. ملتركة عايش. هو نعم. أبي هو بابا. الأب تاعك نعم. أب تاعي. إحنا في ستة عندي خمس خوتي واحد من بابا ربعة من أمي وبابا وأنا الخمسة أنا طفلة واحدة. نعم. وعندي تقريبا 70 سنه في عمري دوك يعني كنت متوفى الله يبارك. ولكن الحاجه المشكل اللي كاين اللي هو نعم اللي هو بابا هو في قيد الحياه نعم. عنده 97 سنه في عمره الله يبارك الله يبارك ربي يطول في عمره ان شاء الله. ولكن قسم التركه قسم لولاده ما علمنيش ما على باليش ما قاليش عطى غير لولاده. أنت الوحيدة؟ في أربعة. أنا الوحيدة. طفلة واحدة. هاو المشكل دكتور. واحد ما فكرني. نعم. طفلة واحدة، واحد ما هدر عليا، واحد ما قال نعم. عندي واحد خويا الكبير اللي زاد عليا، قال لي هدرت له، قال لي عندها. وأنا دوك حاجة اللي غاصني،
حتى اللي غاصني كيما ما علمنيش ما قاليش. نهار رحت لعندو يا بابا وعلاه لو كان شاورتني تقولي يا بنتي معليش نقسم على خوتي كنتي ما نمدلكش واش عليه. انا مولبيتي عندو الله يرحمه وخلى التركه تاعو قسمتها لولادي وعلى بالو كلش كل واحد ضحكو الحمد لله. نعم الحمد لله. واش قال لك سعديه؟ نعم واش قال لك الوالد؟ ولي واش قال لي بابا؟ قال لي انت عندك راجلك خلى رجلي بابا رجلي خلا وفي علمك بعت وقسمت لولادي قال واش خلا رجلي قسمته انا ديت حقي ما عطاني الله واش عطاني الله ديت كيما ولادي الحمد لله. نعم هايلي. قال لي ماليش انت عندك. نعم هاي كلمه من عندك بابا. انا حبيت حاجه يعني تكون ريحه من عندك حاجه نقول هذه فكرني بها بابا وانا بنتك الوحيده. الوحيده نعم. هذا هو سؤالك سعديه. هو قال لي دائما ما عندك واضح. عندك ما واضح سعديه واضح دائما دكتور سياره في القسمه الشرعيه بناء على كل هذه المعطيات. نعم عندي سؤال صغير يعني قصير. عندي خويا هو مفششوا علينا. خوك صغير؟ واحد من اخاوتي. نعم. خدام ومزواج وكلش. نعم. بصح جبت روحه علينا لو كان ما سخش عليه ما سخش عليا. ولكن الحاجه اللي غلطني دائما دائما يكذب على باباه ويديله في دراهمه. والاب والوالد تاعك ما على بالوش سعديه. نعم. والوالد تاعك ما على بالوش باللي وليده هذا اللي راهو يفشش فيها ويخون فيه. على باله بصح كي يقولوا طيب. ما يقدرش يقولوا لا لا ما اديها لك. طيب واضح واضح. ما يقدرش يقولوا لا. وليت انا نعيط على بابا نقول يا بابا بزاف عليك. نعم. كي راك تدي له هكذايا لا لا الرغبات تاعو. نعم. الطريق. واضح سعديه. نعم. مع ديره سعديه. كان عندي اسم من هذه الجهه بس كان انا نعيط على بابا نقول ما تمدوش دراهم. نعم. حتى وصل دار الشاكل للناس بدون رصيد حتى تدخل الحبس. حتى دخل الحبس. نعم حتى دخل الحبس. قلت له نحيلو دراهم ما تمدوش دراهم باش ربما يتخلف. سعديه خوك اللي دخل الحبس. خويا اللي دخل الحبس. دخل الحبس بعد ما كان دا شك. نعم طيب سعديه شكرا بارك الله فيك. راكي يعني واضح تفكري في الوالد تاعك وتفكري في خوك والقسمه تاعك الشرعيه اللي راهي ماهوش ربما مرغوب فيها في العائله. ولكن فضيله الدكتور يحاول اصلاح ذات البين بناء على القران الكريم والسنه النبويه الشريفه. فاطمه من غليزان بقوا ربما 10 دقائق. يقول سفيان فاطمه السلام عليكم. فاطمه السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك فاطمة من غليزان. يسلمك. يسلمك. عندك قضية فاطمة أو سؤال؟ أنا باغي باغي نسقسي الشيخ على واحد الحالة صارت عندنا. نعم تفضلي فاطمة. عندنا واحد الشيخ راقي. نعم. مية مات لنا واحد المرأة. نعم فاطمة. قلت لك مات لنا واحد المرأة. ماتت مرأة. نعم كي غسلناها كي غسلناها. نعم اي احنا خرجنا كاع ودخل معاها راسها وراسها ما عندها كي جهه هي هكا راقي بالله. فاطمه احنا برا. فاطمه فاطمه نقصي التلفزيون باش نسمعوك مليح. قلت لك نقصي قلت لك على هذا راقي احنا مأمنين في دارنا باللي راقي. قلت لك كي مات لنا مرا كي غسلناها دخل راسها وراسها بالله وقعد راسها وراسها ما معها حتى واحد. عاودت ماتت لنا شي عزيبه عندها 16 عام ثاني دارنا ديك الضربه بالله وقعد راسها وراسها. سيدة فاطمة من غليزان والله ما رانا نسمعوا فيك مليح ربما المكالمة رديئة. حاولي أنك تتصلي بنا مرة أخرى باش نسمعوا حقيقة هذه الأمور لأنه الدكتور يريد ربما بعد التفاصيل. شكرا فاطمة من غليزان. حاولي الاتصال المكالمة رديئة وإنما عند اتصالك نقصي التلفزيون مباشرة. نعود دكتور إلى موضوع سيدة من عين الدفلة. دكتور حتى نوصل عبر كل الاتصالات ما بقاش من وقت كثير دكتور. نعم. مراسلة سيدة من عند فلا دكتور مراسلة. نعم. وصل بريد العادي. نعم. نعم هذه بالنسبة لهذه المراسلة يوسف محمد ثم هذه السيدة. نعم. يعني ما نذكروش أسمها لأن المراسلة في. نعم. غاية السرية ولكن نعم لأن بالنسبة للمراسلة نتاعك وصلت هاي بين يدي إن شاء الله سأجيبك عبر الهاتف خارج البرنامج. نعم مراعاة
لبعض خصوصيات هذه القضية. نعم. البرنامج يتعامل مع القضايا بهذا المنهج حالة بحالة، نعتمد المنهج المناسب للقضية المعروضة. بارك الله فيك دكتور. دكتور، نرى في تدخل السيد رابح من بومرداس. نعم الأخ رابح، جزاك الله خير يا أخي العزيز على الرسائل الطيبة التي قدمتها عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. تحدثت عن قوة أخلاقه صلى الله عليه وسلم، وكيف أن السيدة عائشة وصفته بذلك الوصف الراقي كان خلقه القرآن، وكيف كان خطاب الله عز وجل لكوكبة النبيين والمرسلين يخاطبهم بأسمائهم في معرض النداء، وإذا وصل إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم يخاطبه بوصفين جليلين، يا أيها النبي أو يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، جزاك الله خيرا. ثم ختمت مداخلتك النافعة بشهادة علماء الغرب عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة هذا يا أخت نجاة يعني هذا يحتاج فعلا التنبيه، يعني نعم. العقلاء الذين درسوا حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم يعترفون بنبوة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا مدخل كبير لكثير من العلماء الذين اعتنقوا الإسلام عن قناعة. وذكر برنارد شو، هناك طبعا يعني علماء يعني آخرون. جزاك الله خير يا أخي رابح، لقد أثرت نقاط مهمة جدا، ونشكرك جزيل الشكر على مشاركتك النافعة. نعم دكتور سعدية. سعدية من ولاية تيزي وزو. نعم. ثم سعدية. نرى في الومضة حول المولد سفيان، مشكل مع زوجها دكتور، يبدو أنه كانت مقلقة يعني مسكينة. هي سعدية قلبها معمر بين دكتور أولي ويتشور. قالتها أولي تشور. نعم. هي قرن سعدي قرن أولي تشور إلسي قور. إن شاء الله هذا مسلغ يعني فراني تذويلت إن شاء الله. إن شاء الله دكتور. ولكن ذا منيغ ولا شهور أورنسعي في فراث. ولا شهور أورنسعي في فراث. ما إلا لعقل ذي المعقول. في سناثي مي توصيد في إمام أستقرضه ويستقرط في وكذا أعطيك من الصحة. قطرتين مست لايوث. وقذون حريزارة. في مثل إنسان أسير غافن تولان أذن دمان أن دورث تنفي عن داما. إن شاء الله مكسر بيغفلان أمكسر بيغفلان، وإن شاء الله مدسيو الغفران إذويلت هذا مثل غاول تمسعدية أكمي جعل ربي إن شاء الله سعيدة في الدنيا وفي الآخرة. شكرا. نعم. شكرا دكتور. نشاهد هذه الومضة الإشهارية بمناسبة المولد النبوي الشريف، ونعود للمواد.
عليه الصلاة والسلام. نواصل في رحاب برنامج والصلح خير. فضيلة الدكتور يرد على رشيد من تيزي وزو الذي تحدث فيه عن أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، واستمعنا إليه دكتور وهو يلقي قصيدة شعرية عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالأمازيغية. تفضل دكتور. إن من الشعر لحكمة. أعطيك صحة رشيد كبارك يا ربي. أسفريقي دبيض نسير يعني إن شاء الله أسنسلة كما إلا خطر يحكاد ثم شاهوت من في صلاري السلامة سيرينس سوق اسمي ديلول ياك وكن دي سيرينس يعني ذيني قرزنا طس 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 لكي بارك يا ربي. ولن تكرن تمثال ثم قرانين دنيض قواليك وقسفروينك إمي دنيض صلات في في صلاري السلامة معناه أشعارنا لا تبدأ إلا بالصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا وجه مشرق في شعرنا الأصيل. وين يفذى نسفرو أثي يفذو صلاة في النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الفضل نصف خلقيه ما كان ولا ثورة الله يبارك، هو رحمة للعالمين للإنسان والحيوان والطيور جميع المخلوقات، وما أرسلناك إلى رحمة العالمين. وكذلك ذكر يعني فضل المصطفى صلى الله عليه وسلم، كلما ذكر اسم الله ذكر اسمه معه نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذا أيضا معنى لطيف. ثم أن سعادة الإنسان في إيمانه بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. صمام الأمان لا تتحقق السعادة في الدنيا تمهيدا للسعادة الأبدية إلا بالإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. أخيرا تحدث عن بعض خصال النبي عليه الصلاة والسلام الطيبة. بارك الله فيك دار رشيدك بارك ربي، لا فضفوك حفظك الله وجعلك الله عز وجل من أعلام الهدى. بارك الله فيك دكتور. سعدية من بومرداس تعود دائما إلى برنامج الصلح خير. كيفية تقسيم التركة اللي تقول باللي الأب تاعها ما ذكرهاش في التركة أعطى فقط للذكور، وهذا يعني نشوفه كثير في برنامج الصلح خير للأسف الشديد، مع أنه أنها هي الوحيدة سعدية يعني. نعم. أختي سعدية أسأل الله عز وجل أن يكون والدك متابعا لهذا البرنامج، وإذا أعطي له الشريط ولا أعطي له فرصة باش يشوفها في الإعادة. نعم. لازم. نعم. 97 سنة في عمره. نعم. يعني ربي يبارك في العمر نتاعو، ولكن يعني خلاص يعني ماذا بقي إلى القليل. والأجل في يد الله. ولكن هذه قسمة ضيزة، هذا ظلم، هذا ظلم يا أختي سعدية. إذا كان يعطي أعطى لكاع الأولاد وأنت ما عطالكش هذا ظلم بين. مدام وزع ما يملك عن طريق الهبة لابد أن يكون عادلا بين الذكر والإناث. نعم. كما يعطي للذكر يعطي للأنثى باش يصفي بينه وبين ربي سبحانه عز وجل. نعم. لو كان ما قسمش ما يملك بعد وفاته ولا ندري من يموت أولا، ثم تطبق الفريضة الشرعية. ولكن الآن مدام بغى يوزع التركة نتاعو يوزع المال نتاعو عقارات ومنقولات على أولاده لازم يكون عادل. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. نعم. خافوا ربي، خافوا ربي، ديروا العدل بين أولادكم. هذا من جهة، هذا ولا هذا هو الجواب الشرعي. لازم باباك لازم يراجع الهيبة نتاعو عاجلا. أما النقطة الثانية اللي قلتي انه ريحه بابا يعني حبت حتى تلتمس منه ولا وبعدين قال كان قال لها اخوها كي قال له يا بابا علاش ما تعطيش اختي، قال عندها لو كنت تكوني انت تملكين اموالا كثيره ربي يزيد لك. ولكن هذا ليس مبررا باش يحرمك من حقك. نعم. ليس مبررا حتى كي تكون انت عندك وزوجك الله يرحمه خلالك وكذا، هذا ماهوش مبرر. لازم يعطي لك ماشي غير الريحه، يعطيك حقك كاملا كما هو مقرر الشرعي. نعم. الشرعي. اما بالنسبه لقطه ثانيه هذاك الخوك اللي قلتي مفشش وكذا، وعاده هذو اللي مفشين يعني يديروا مشاكل يعني. بصراحه أول كونه يكذب على أبيه هذه جريمة وهذا خطأ فادح. ويأخذ أمواله، نقول ربي يقول في سورة النساء 29 يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، سورة البقرة 188 ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا يجوز بأي حق استحلتم أموال الناس وكي تغضبي على باباك يعني راك تنصحين له. فالنصيحة واجبة ولكن بأصولها الشرعية.
لا حول قوة الا بالله. أما فاطمة غليزان موضوع الرقية وكذا ما فهمناش كثير يا أختي، حنقول فقط الرقية لكي تكون مشروعة لابد أن تلتزم بالضوابط الشرعية. شكرا لك. الله فيك، جزاك الله كل خير فضيلة الدكتور السعيد بويزري، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنت الرب سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى سامح.